السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة السعودية. البداية بالعناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين، مكة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء أوقاف دول العالم الإسلامي السبت المقبل. خلال أسبوع ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الحدود والإقامة والعمل. الخطوط السعودية الأولى عالميا في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر يونيو. وأمطار رعدية على جازان وعسير واستمرار الطقس الحار على المنطقة الشرقية. أحييكم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السبت المقبل المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف في دول العالم الإسلامي في مكة المكرمة. سوف يشارك في هذا المؤتمر وزراء الأوقاف ومفتين من أكثر من 60 دولة لبحث موضوعات تتعلق بدور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال في 10 جلسات عمل. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. بلغ إجمالي المخالفين الذين حاولوا عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية أكثر من 1700 شخص، في حين تم ضبط 18 متورطا في إيواء ونقل وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية 22 الواقعة في ضاحية نمار غدا الأحد في الرياض. أشارت الهيئة إلى أن 31 من أكتوبر المقبل سوف يكون موعد انتهاء استقبال الطلبات، هذا ويتم تقديم الطلبات عبر منصة السجل العقاري وعن طريق مراكز الخدمة مع إرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مرحلة الربط والتكامل على المجموعة 14 المختارة في الفوترة الإلكترونية في مطلع فبراير من العام المقبل. تشمل هذه المجموعة المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 5 ملايين ريال خلال العامين الماضيين. وأضافت الهيئة أنه سوف يتم إشعار بقية المنشآت غير المختارة ضمن المجموعات للبدء بتطبيق المرحلة الثانية قبل 6 بل قبل 6 أشهر على الأقل. تطلق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جولة الامتياز التجاري خلال أغسطس المقبل بمشاركة عدد من الجهات الداعمة وعدد من الخبراء والمختصين. هذه الجولة تستهدف الخبر وأبها والقصيم وحائل وجدة في مرحلتها الأولى، كما أن الجولة سوف تزيد من الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري لتحفيز التوسع والاستثمار. للحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ بدر القاضي. مرحبا بك أستاذي الكريم. بداية أعطنا نبذة شاملة عن هذه الجولة وهي جولة الامتياز التجاري.
أستاذة منى، وشكرا على هذه الاستضافة، أهلا وسهلا سعيد بك. بتواجدي معكم. الحقيقة لتسليط بعض الضوء على هذه الجولة التي تبدأ في مرحلتها الأولى في 5 مدن كما تفضلتي، نستهدف من خلالها جمع جميع المهتمين والمنتمين إلى منظومة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، دعما للاقتصاد واقتصاد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز لمساهمته في الناتج المحلي. الحقيقة في هذه الجولة نستهدف عدد كبير من الجهات الممكنة من القطاع العام والخاص، وكذلك العلامات التجارية المهتمة بالامتياز التجاري، ويحضرها عدد من المهتمين والمختصين والمستشارين، بحيث أنه إن شاء الله نحقق أهدافها في نهاية الجولة. نعم أستاذ بدر، كيف سوف تعمل هذه الجولة على توفير بيئة استثمارية مناسبة وأيضا متكاملة؟ كما ذكرت أنه من خلال جمع جميع المهتمين وتوفير جميع احتياج صاحب العمل التجاري المهتم بالامتياز التجاري أو توسيع أعماله من خلال نظام الامتياز التجاري، تتواجد عدد من الجهات الاستشارية التي تقدم تصور عن الأنظمة والتشريعات المختصة بالامتياز التجاري، وكذلك تشارك أكثر من 80 علامة تجارية تقدم أكثر من 350 فرصة امتياز تجاري موجهة للراغبين في عقد هذه الشراكات والاتفاقيات مع هذه العلامات للتوسع في مناطق أخرى من المملكة. وبالتالي إن شاء الله من خلال جمع جميع الجهات المنتمية للمنظومة وتغطية جميع احتياجات هذا القطاع، نسعى إن شاء الله من خلال هذه الجولة لتحقيق هذه المستهدفات التي بإذن الله تساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. نعم، المستهدفون خلال هذه الجولات غير الذي ذكرت أستاذ بدر؟ طبعا نستهدف بشكل أساسي رواد الأعمال، وبالتحديد رواد الأعمال المهتمين بنظام الامتياز التجاري. طبعا نظام الامتياز التجاري أو هي طريقة تستفيد منها العلامات التجارية للتوسع بشكل سريع في مختلف العلامات، وكذلك يستفيد رائد الأعمال المهتم بنموذج العمل أو العمل بالامتياز التجاري من الاتفاق أو الشراكات مع علامات قائمة، والاستفادة من قوة العلامة التجارية والتدريب الذي يحصل عليه والخبرات المتراكمة التي حققتها هذه العلامة لتسهيل بدء الأعمال وتلافي ربما بعض العقبات والأخطاء التي تواجه أي علامة تجارية جديدة في بدايتها. فبشكل عام هذا ما تتميز به هذه الجولة وتتميز به هذا النظام. نعم، بعد الاستفادة من هذه الجولة أستاذ بدر، وقبل أن نختم معكم بنهاية الجولة، ما الذي سوف يتحقق وسوف يكون نتائجه متحققة بإذن الله؟ بإذن الله في المرحلة الأولى في التي نستهدف فيها 5 مناطق عزيزة من مناطق المملكة، نسعى بإذن الله إلى أن الوصول إلى أكثر من 5000 مستفيد وزائر من هذه الجولة، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق مستهدفات معينة تتعلق ب عقد اتفاقيات وصفقات بين هذه العلامات وكذلك بين الجهات الممكنة وهذه العلامات لتمكينها من التوسع بشكل كبير في الفترة القادمة. كذلك نستهدف عقد ما لا يقل عن 50 ورشة عمل في المرحلة الأولى تقام بشكل مستمر من خلال هذه الجولات، وكذلك ستتضمن جلسات حوارية تضم بين جنباتها المسؤولين من القطاع العام أو الخاص، أو إبراز كذلك عدد من قصص النجاح التي تبنت نموذج العمل بالامتياز التجاري لإلهام هؤلاء المستفيدين ورواد الأعمال المقبلين على هذه الجولة
للاستفاده من تجاربهم والتعلم من بعض الاخطاء ان وجدت لتلافيها في مسيرتهم التجاريه. بكل تاكيد لك منا جزيل الشكر عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه الاستاذ بدر القاضي، اشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا من معلومات وايضاحات حول هذه الجوله وهي جوله الامتياز التجاري، شكرا لك. أعلنت جامعة الإمام عن فتح بوابة القبول الإلحاقي يوم الاثنين المقبل حتى يوم الثلاثاء للطلاب والطالبات، وكانت الجامعات الحكومية قد أعلنت في وقت سابق عن فتح القبول الإلحاقي لإتاحة الفرصة وتمكين الطلبة من التقديم على برنامج القبول الإلحاقي وفق معايير وشروط القبول المعتمدة. أعلنت جامعة الملك سعود رسميا عن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين، هذا التغير يأتي لتحسين الجدول الأكاديمي وتوفير مرونة أكبر للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما أن الخطوة تمثل جزءا من جهود الجامعة المستمرة لتعزيز العملية التعليمية إضافة إلى تلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي بشكل أفضل داخل المملكة. تتواصل فعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي 56 الذي تنظمه موهبة بالرياض، وذلك بعد إكمال 333 طالبة وطالبة من 90 دولة الاختبار النظري ضمن منافسات الأولمبياد في جامعة الملك سعود بإشراف 260 متخصصا عالميا، حيث سوف يتم إعلان النتائج يوم الاثنين المقبل. للمزيد حول هذا الموضوع يلتحق بنا من الرياض مراسل أخبار السعودية الزميل سليمان الجبر، مرحبا بك سليمان، أعطنا تفاصيل أكثر عن نتائج الأولمبياد. نعم زميلتي منى، أمسي عليك بالخير ومسي على مشاهدي ومستمعي أخبار السعودية في كل مكان. نتواجد في المركز الإعلامي الخاص في أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 هنا في العاصمة الرياض. طبعا اليوم السابع، الجميع هنا في مقر إقامتهم المشاركين والوفود المصاحبة، بالإضافة إلى لجان التحكيم. لجان التحكيم تقوم بعملها اليوم وغدا لتصحيح الاختبار العملي والنظري. النظري أقيم أمس زميلتي منى منذ ساعات الصباح الأولى الساعة الثامنة، استمر إلى 5 ساعات. كذلك أمس أقيمت فعالية تحت مسمى لم الشمل، وهذه الفعالية تعني أن الطلاب الذين تم وضعهم تحت وضعهم في مكان مخصص 5 أيام بعزلة تامة عن الوفود المصاحبة لهم والمدربين، بالإضافة إلى منع التواصل عبر الجوال وغيره للاستعداد للاختبارين العملي والنظري. أمس التقوا بمدربيهم 90 دولة استقبلت طلابها الموهوبين والموهوبات الذين يبلغ عددهم 333 طالب وطالبة. ودي أن أتحدث عن هذه المناسبة مع مدير إدارة الإعلام في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وأيضا رئيس اللجان الإعلامية الأستاذ ماجد الكناني. ماجد، أولا أرحب بك في أخبار السعودية، ونقول لكم تقريبا الشوط الكبير انتهى، ما بقى إلا إعلان النتائج. طبعا أهلا وسهلا بك أستاذ سليمان والتلفزيون السعودي وكافة المتابعين والإعلاميين. نحن اليوم في اليوم السابع لفعاليات أولمبياد الكيمياء الدولي، دخلنا المرحلة ما قبل الأخيرة، حيث يجري حاليا أعمال التصحيح والمراجعة للاختبارات النهائية التي أجريت يوم أمس لجميع الطلبة المشاركين من 90 دولة. نحن الآن ننتظر غدا بإذن الله النتائج التي ستعلن خلال الحفل النهائي الذي سيقام بإذن الله يوم الاثنين القادم. انتهى الطلبة يوم أمس من الاختبار العملي النهائي، وأقيم
حفل لم الشمل الذي تحدثت عنه في بداية حديثك كان حفل أعتقد نموذجي ورائع ومثالي مقارنة بالاحتفالات التي تقام في مختلف دول العالم. شمل جزء لم الشمل الوفود بطلابها وأيضا تقديم تراث وثقافة المملكة العربية السعودية للطلبة بشكل رائع ومميز. شاهدنا يوم أمس كل أعضاء الوفود سواء طلبة أو مشاركين يرتدون الأزياء السعودية رجالا ونساء، الأكل والوجبات السعودية التي نالت استحسان الجميع، الرقصات والفلكورات السعودية. أعتقد كان يوم سعودي بامتياز قدم لهذه الوفود. نعم، اهتمامكم كمؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة والإبداع موهبة في حسن الاستضافة، بالإضافة إلى أنه كأول أولمبياد للمنطقة، المنطقة العربية أو الشرق الأوسط، رسالة موهبة وهدفها الاستراتيجي من تقديم هذه الرسائل. كما ذكرت، هذا أول أولمبياد علمي تحتضنه المملكة العربية السعودية، يأتي باستضافة من مؤسسة الملك عبد العزيز وبالشراكة مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود وبرعاية حصرية من شركة سابك. هذا الأولمبياد ينسجم مع تطلعات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وعد في حديثه السابق أن يجمع الموهوبين من مختلف دول العالم على أرض المملكة. اليوم نشاهد 333 موهوب، نخبة طلبة العالم في الكيمياء، يجتمعون على أرض المملكة ويتنافسون من خلال أولمبياد الكيمياء الدولي 2024. أعتقد نحن في موهبة وشركائنا حرصنا جميعا أن نستفيد من هذه الفعالية وأن نوجهها في اتجاهات إعلامية مختلفة. أولا، ليستفيد المجتمع السعودي من وجود فعالية بهذا الحجم ونلفت نظر الجميع نحو أهمية الكيمياء مع شركائنا، وعلى المستوى الدولي أن نبرز الحضور السعودي والاهتمام السعودي وأيضا الجانب السياحي والثقافي والترفيهي للمملكة العربية السعودية. ماجد الكناني، أشكرك لتواجدك معي في هذه الدقائق. شكرا لك عزيزي. نعم زميلتي منى، كان حديث ماجد الكناني وهو مدير إدارة الإعلام في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع، بالإضافة إلى أنه رئيس اللجان الإعلامية لأولمبياد الكيمياء 2024 الذي يقام في العاصمة الرياض. هذا ما لدينا في اليوم السابع، أعود إليك إلى الاستديو. شكرا جزيلا لك الزميل سليمان الجبر، أيضا نشكر ضيفك الكريم وسوف نتواصل معك في نشرات لاحقة بإذن الله لنأخذ آخر النتائج وختام هذه الأولمبياد. شكرا لك سليمان. وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي عربات الجولف الترددية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بهدف تقديم سبل الراحة لهم لدى وصولهم إلى المسجد الحرام لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، حيث يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام. تصدرت الخطوط السعودية قائمة شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة تجاوزت 88% في انضباط مواعيد المغادرة والوصول من خلال تسيير أكثر من 16,000 رحلة. ووفقا لهذا التصنيف المختص برصد عمليات الطيران، يعد هذا إنجازا باعتبار شهر يونيو من موسم الذروة بل مواسم الذروة، حيث تزامن خلاله تنفيذ العمليات التشغيلية لموسمي الحج والصيف. تواصل الفرق الميدانية لأمانة منطقة المدينة المنورة أعمالها في صيانة ومعالجة شبكة الطرق، حيث قامت خلال الأسبوع الجاري بصيانة أكثر من 118,000 متر طولي من الطرق المحورية والداخلية ومعالجة الحفر والهبوطات، بالإضافة إلى إزالة عدد من المطبات المخالفة. كما قامت فرق الأمانة بأكثر من 1500 جولة نظافة ميدانية قامت من خلالها بتطهير وتعقيم مواقع عدة في مختلف أحياء المدينة المنورة. أزالت أمانة جازان استثمارات قديمة بعد استعادتها لتوسعة واجهة المرجان البحرية ضمن خطة تطوير وتحسين الواجهات البحرية.
ركزت أمانة جازان على مدى السنوات الماضية اهتمامها بتطوير الواجهات البحرية بالمنطقة ومحافظاتها، حيث تصنف الواجهة البحرية لمدينة جازان من أحد أكبر المنتزهات البحرية في المملكة ومن أهم المواقع الاستثمارية المميزة في المنطقة. تزامنا مع اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المنغروف، أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التسحر عدد من الفعاليات والمبادرات والفرص التطوعية في أعمال زراعة غابات المنغروف والتعريف بأهميتها والحفاظ عليها من أجل تحسين البيئة وتنقية الهواء، فضلا عن مواجهة آثار التغير المناخي. وكشف مدير عام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التسحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف البدر عن إطلاق عدد من المبادرات التطوعية لاستزراع أشجار المنغروف على سواحل المنطقة الشرقية. موجودين لنشر التوعية البيئية عن هذا النظام البيئي وعن أشجار المنغروف، وكذلك أطلقنا عدة مبادرات تطوعية بالشراكة مع المجتمع المحلي من خلال تنظيف واستزراع أشجار المنغروف على شواطئ المنطقة الشرقية. تشارك وزارة الثقافة في الدورة 38 من مهرجان جرش للثقافة والفنون الذي تحتضنه المملكة الأردنية الهاشمية والمستمر حتى 3 أغسطس. تقدم الوزارة باقة من الفعاليات الثقافية التي تعكس ما تزخر به المملكة من تنوع ثقافي وفني. تشارك هيئة المسرح والفنون الأدائية بفرق فنية أدائية سوف تقدم فنون الهجيني والدحة والسامري والخماري. اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض فارنبرا الدولي للطيران، حيث استعرضت الهيئة العامة للطيران المدني الفرص الاستثمارية المتاحة لإضافة إلى حجم التطورات التي تقودها الهيئة في منظومة الطيران لتمكين النمو والابتكار في صناعة الطيران. وعن حالة طقس المملكة لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير، في حين تستمر فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، ويبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية. جانبه دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحذر والحيطة من هطول أمطار ورياح نشطة على منطقة عسير الباحة مكة المكرمة، وضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محلل الطقس في المركز الوطني الأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. مرحبا بك أستاذ عقيل، حدثنا أكثر عن طقس المملكة في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن تتواجد التشكيلات من السحب يتخللها الركام الرعدي وهطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير والمنحدرات كلما اتجهنا إلى الغرب المناطق التهامية من منطقة عسير. هطول أمطار إن شاء الله مستمر حتى ساعة المساء على بعض هذه الأجزاء، بالإضافة إلى منطقة نجران منطقة جازان. هناك فرص للسحب الركامية الرعدية الممطرة وهطول الأمطار إن شاء الله تعالى تكون متوسطة إلى غزيرة، والرياح الهابطة التي تثير الأجربة والغبار على السهول الساحلية منطقة جازان متواجدة وحاضرة، وتوقعاتها بقوة خلال هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله. ماذا عن المنطقة الشرقية وما والمناطق التي حولها؟ الفريق ما زال الأجواء حارة إلى شدة الحرارة على القطاع الشرقي. اليوم درجة الحرارة التي سجلناها
في الأحساء وصلت عند الساعة الثالثة من عصر هذا اليوم 47 درجة مئوية، ويعلى درجة حرارة سجلناها في المملكة، تليها على التوالي وادي الدواسر 46 والدمام ومحافظة شرورة 45 درجة، لا تزال حارة، مع ملاحظة أن الرياح الشمال تستمر نشطة مثيرة للأتربة والغبار خلال هذا الأسبوع حتى نهاية الأسبوع إن شاء الله تعالى، بالإضافة إلى شرق المرتفعات وغرب منطقة الرياض رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار واستمرارها، وعلى الطرق الساحلية الرابطة ما بين منطقة مكة المكرمة ابتداء من الليل حتى منطقة جازان. لك منا جزيل الشكر محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل، شكرا على هذه المشاركة. ونتابع هذه المشاهد للأمطار التي شهدتها محافظة العارضة بمنطقة جازان، تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة. في هذه النشرة وفيها بعد الفاصل، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة انطلاق مبادرة السبت البنفسجي. ولبن الصافي الآن متوفرة بنكهات خيالية. يا حمادة فين النسكافيه بتاعك؟ حبيبي تعمل لي نسكافيه؟ نسكافيه كمية سكر قلقم نحن نسكافيه. عايز نسكافيه مع السكر؟ هوات نسكافيه حيوة خونا حيوة حيوة. حليب ولبن الصافي الآن متوفرة بنكهات خيالية. مجال الفن ترى بحر، اللوحة الفنية تعكس واقع مختلف. الفن التشكيلي فن واسع، الفن السعودي يأخذ مراحل متقدمة ومتطورة. ينقل لك التعابير بمعناها ومشاعرها وبدقتها. ريشة الموسم الرابع، السبت الساعة 8 مساء على قناة السعودية. بتقوية وبتدعيم وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها في جميع أنحاء العالم، توريكو بيرسبكتيف شراكات جديدة مع الجميع. Social and economic life of Saudi Arabia cooperating it with the world. بأن هناك ضغط كبير في الدول الإفريقية سيتجاوز 15 مليار. امتداد لمرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية. المملكة وفرت العديد من البرامج التنموية لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية. Sooner than later, Saudi Arabia will be one of the touristic hubs of the world. I think thanks to the leadership of this country, Saudi Arabia has changed. الدبلوماسي الموسم الثالث، السبت الساعة 9 مساء
على قناة السعودية. أحييكم من جديد، إليكم موجز لأهم وآخر الأخبار. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السبت المقبل المؤتمر 9 لوزراء الأوقاف في دول العالم الإسلامي في مكة المكرمة. ضبط أكثر من 21,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في أسبوع. بدء التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية 22 الواقعة في ضاحية نمار غدا الأحد في الرياض. جامعة الإمام تعلن فتح بوابة القبول الحقيقي يوم الاثنين المقبل حتى يوم الثلاثاء للطلاب والطالبات. تتواصل فعاليات أولمبيات الكيمياء الدولي 56 الذي تنظمه موهبة بالرياض. الخطوط السعودية تتصدر قائمة شركات الطيران العالمية في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر يونيو الماضي. تنطلق اليوم مبادرة السبت البنفسجي في عامها الرابع على التوالي بتنظيم من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في مختلف مناطق المملكة. تهدف المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في مفهوم التنوع والشمول بالمملكة من خلال ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق إمكانية الوصول وتمكين المشاركة الشاملة في الأنشطة اليومية بغرض تعزيز جودة حياتهم. يختتم اليوم مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام برامج تكامل الصيفية والتي ناقشت عناوين مختلفة ما بين ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي بمشاركة ما يفوق عن 150 من أيتام المملكة. للمزيد من التفاصيل يلتحق بنا مراسلنا من الأحساء محمد المحيسن. مرحبا بك محمد، تفضل أعطنا تفاصيل أكثر عن هذا البرنامج الذي تقدمونه للأيتام. نعم، أهلا بك منى، أهلا بمن يتابع أخبار السعودية. الحقيقة اليوم تتوهج عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء الذي يرعى ختام برامج تكامل الصيفية. هذه البرامج التي صبت في عنوانين رئيسيين هما الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال هذول العنوانين كانوا الأبرز الحقيقة في هذه البرامج. الحديث أكثر عن أبرز ما جاء في ختام أو في محصلة هذا البرنامج ينضم معي الأستاذ وليد البوسيف وهو المدير التنفيذي لبرامج تكامل الصيفية. أهلا بك أستاذ وليد، لماذا الذكاء الاصطناعي ولماذا أيضا العنوان الآخر الذي كان يصب أيضا في مجمل برامجكم وهو يتحدث عن ريادة الأعمال، ولماذا اخترتم الأحساء تحتضن هذه النسخة من هذا البرنامج؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات. اليوم برامج مركز تكامل التابع لجمعية البر بالأحساء هي برامج طويلة المدى. نحن اليوم نتحدث عن العام الثالث على التوالي، بدأناها ببرامج كانت تتحدث عن الفضاء وعن تفاصيله، ثم انتقلنا إلى مبادئ في الذكاء الاصطناعي. اليوم نحن نتعمق في الذكاء الاصطناعي
وننتقل أيضا إلى ريادة الأعمال. جزء مهم من الركائز التي تستهدفها رؤية المملكة هي أن تكون حاضرة بكوادر قادرة على أن تسبر غمار هذه التخصصات العميقة. اليوم ريادة الأعمال هو من المجالات المهمة وهو اللي يقود اقتصاديات كبيرة، من أهم الركائز التي ركزت عليها رؤية المملكة في هذا الجانب. أيضا الذكاء الاصطناعي اليوم والدخول الذي قاعد ونراه الحقيقة بشكل كبير، وكيف نستطيع أن ندمجه ونمكن هؤلاء المشاركين من جميع مناطق المملكة من هذه الفئة في أن يكون لديها من الخبرات والمهارات التي تساعدها كلبنة أولى في أن تتخطى الغباء أو غمار العتبات الأولى، وأن تتعرف على هذا المجال من خلال عدد من المختصين وأعضاء هيئة التدريس والدكاترة الذين هم قادرين بإذن الله أنهم يكسبوهم مثل هذه المعارف في هذه المرحلة. بحديثك عن برامج أو برنامج بصمات الذي ضم أكثر من 100 يتيم من الموهوبين على مستوى المملكة في الأحساء، كيف شاهدتم ردود الأفعال؟ ما هي المشاريع التي قدمت في هذه النسخة؟ مشروع بصمات الحقيقة الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان، وهو الذي يشارك اليوم فيها أكثر من 8 مناطق ومحافظات المملكة. لدينا اليوم مشاركين من الرياض، من المنطقة الشرقية، من مكة، من المدينة، من حفر الباطن، من خميس مشيط، وعدد الحقيقة من المدن ومحافظات المملكة. هؤلاء يعملون منذ 23 يوم وحتى اليوم 24 على مشاريع بحثية. من المبشرات الحقيقة أن عدد من المشاريع اليوم قادرة على أن يعني تحصل على براءات اختراع، ونعمل على هذا الجانب. أيضا عدد من النوابغ الذين يشاركون معنا اليوم وهم ممن يحظون إن شاء الله بتوصيات بأن يلتحقوا بمنح تعليمية لمراحلهم الجامعية. هذه المخرجات والتي نعمل فيها على أمد طويل هي مستهدف رئيسي بأن نكسبهم خبرات معرفية وأيضا مهارات حياتية وشخصية تقودهم بأنهم يكونوا قادرين بإذن الله على أن يكسبهم في مهاراتهم ما يتعلق بالجوانب المهارية والمهنية القادمة لهم بإذن الله. بشكل مختصر، ماذا يحدث هنا في هذه القاعة؟ ماذا ستقدمون في ختام هذا البرنامج؟ في هذا المعرض الحقيقة والذي تحتضنه جامعة الملك فيصل، هناك 48 مشروع بحثي يتحدث عنها هؤلاء المشاركين بمشاريعهم والتي اكتسبوا هذه المهارات ووصلوا إلى هذه المنتجات. سيتحدثون اليوم إلى الجمهور الأحسائي الحاضر، سيتحدثون مع وعن طريق البث المباشر والذي سيكون عبر منصات التواصل بهذا الحديث، والذي سيكونون فيه قادرين بإذن الله على الإقناع وعلى الإفصاح عن هذه المشاريع، وأيضا إلى الجمهور والحديث معه والاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم التطويرية لهذا المشروع، وهذا ركن أساسي ومهم الذي نسعى بأن نكسب فيه المشاركين والمشاركات فيه. أستاذ وليد بوسيف، وأنت الرئيس التنفيذي أو المدير التنفيذي لبرامج التكامل الصيفية، يعطيك العافية ودعواتنا لك بالتوفيق. سريعا إن سمحتي لي منى في دقائق معدودة لأتعرف على يعني أبرز يعني واحدة من البرامج أو واحدة من المشاريع التي يعني جاءت من ضمن برنامج ريادة الأعمال هنا الذي ضم موهوبين الأيتام من الأحساء فقط، وهو برنامج خاص بأيتام الأحساء، وأبغى أتعرف على عليك. تفضلي لو تجين معي هنا بس بشكل سريع نتعرف عليك. أنا اسمي طالبة لجين عصام الحيمود من مسار روشان جيم، اسم المشروع لود RAC. سأتحدث لكم عن مميزاتنا التنافسية، وهي اختيار لعبة رائجة مثل لعبة اللودو، ولكنها بتصاميم وقوانين فريدة بهدف تثقيف وتعليم المستخدمين بالطاقات المتجددة من غير الإخلال بروح المرح والمتعة في هذه اللعبة. ومن مميزاتنا تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للتقنيات الحديثة، بأننا سنقدم محتوى تعليمي ثقافي وأيضا مبتكر للأطفال ليعزز الثقافة، ليعزز الوعي البيئي للأطفال، وأيضا تعزيز العلاقة بين الخيال والواقع. جميلة. أنت طبقتي مع الفريق حقك، كم كنتوا ومن وين جيتوا؟ يعني من الفريق اللي معك كلهم معك من الأحساء؟ أي نعم، كلهم معي اللي من الأحساء. كم جلستوا عشان تسوون هذا البرنامج وهل نجح؟ جلسنا أسبوعين والحمد لله نجح بمساعدة خبراء. طيب آخر سؤال عندي لك، كيف تشوفون هالبرامج؟ هل تفيدكم؟ هل يعني تلقون فيها مبتغاكم لتطوير مواهبكم؟ أكيد فعلا راح عبري باللي تبغين. أكيد راح نحصل مبتغانا فيها، وهدفنا الأساسي إن نثقف ونعلم البطاقات المتجددة ونوسع فكر الأطفال
عساكم على القوة إن شاء الله موفقين. نعم. إذن زميلتي منى هذا نعم. واحد من البرامج التي صحيح تقدمها صحيح. مركز تكامل الصيفيات التابع لجمعية البر، دعواتنا لهم بالتوفيق. واليوم هو عرس خاص بأيتام الأحساء وأيتام المملكة هنا في جامعة الملك فيصل، الذي يشهد ختام هذه البرامج برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، وحضور لوكيل محافظ الأحساء الأستاذ معاذ الجعفري. هذا كل ما لدي، أعود إليك منى بالصوت والصورة. شكرا جزيلا لك الزميل محمد المحيسن، أيضا نشكر ضيفك الكريم وأيضا ضيفاتك الكريمات، شكرا لكم على هذه التغطية. لتعريف الأطفال بالهوية الوطنية وتعزيز الإرث السعودي، يقدم المعهد الملكي للفنون التقليدية عدد من البرامج من بينها فنون الخط العربي. تعريفا بالهوية الوطنية وتعزيزا للإرث السعودي، قدم المعهد الملكي للفنون التقليدية وبالتعاون مع غرفة المدينة المنورة عددا من البرامج الثقافية تحت اسم صيف ورث، حيث يستهدف الأطفال في المجتمع لرفع الوعي الثقافي الوطني لديهم. لغتنا لغة القرآن الكريم. كلكم تحبوا الخوص؟ حلوين أنتوا. من فين إحنا نجيب الخوص؟ النخلة من الشجر المبارك التي ذكرت في القرآن. ثلاث عناصر يتعرف عليها الطفل، تعرف على فنون تقليدية موجودة أصيلة في المدينة، كيف إنه يتعلم أكثر فيها الخوص، وكيف الحرفة هذه المميزة من نخيل المدينة كيف إنه هو يمارس ويضع منها صناعات تحويلية، أيضا الخط العربي وارتباطه بالقدم، كيف إن الطفل هذا يتعلم عليه، الأمر الأخير ما يتعلق بالمعادن، المدينة مشهورة بالمعادن، كل هذه تقودنا إلى التوجه الرئيسي في الفنون الثقافية الموجودة في السعودية. فنون وطنية يتعرف عليها الأطفال من عمر الثامنة وحتى الثانية عشر، فن المعادن والخط العربي والخوص والفن الأدائي، بحضور نخبة من المهتمين والخبراء. الأصالة ودعم القدرات والمواهب الوطنية أهداف عمل عليها معهد الفنون الملكية عبر برامج معززة للوطنية تنمي قدرات الجيل الناشئ على اكتساب الخبرات والمعلومات الثقافية ومعرفة جذور التاريخ. محمد شيخ، المدينة المنورة. مستمرون معكم في هذه النشرة، ولكن بعد هذا الفاصل. لكل مجتمع قضايا، وقضايانا نطرحها بأنفسنا، نعرف متى نفتح الملف، وندرك تماما صورتنا الذهنية ومكانتنا العالمية. قصتنا طموحة، طموحاتنا متسارعة، وتسارعنا لفت أنظار العالم، وبين هذا وذاك تبقى أنت الهدف في قصة الشارع السعودي. الشارع السعودي من الأحد إلى الخميس الساعة 10 مساء على قناة السعودية. بدأت علامات الاستقرار، الآن صار فيه تدوين. من هذه الرسوم فهمنا تاريخ الإنسان وبيئته. المملكة العربية السعودية عبارة عن شجرة عظيمة جداً من الحضارة، تفاصيل كثيرة في جنبات آثار تركها الإنسان القديم، حكايات، قصص، سياسات، ديانات، ثقافات. كنا إحنا حلقة في سلسلة طويلة عشان نصل إلى فهم واسع وواضح لهذا الإنسان المميز اللي عاش على الجزيرة العربية. عندما يكتشف الإنسان حقائق وقصص وحكايات الأجداد، يجد أنه يصل إلى مرحلة مميزة جداً في تعزيز الثقة في كل جوانب الحياة. الأرض كائن
كائن حي. هذه شجرة متحجرة عمرها تقريبا 280 مليون سنة في العصر البري. التنوع البيئي اللي موجود يدل على ان جزيرة العرب فعلا في يوم من الايام كانت بروج وانهار. هذه عوامل ادت الى تطور الانسان، ادى الى تطور الحضارة. لاستنباط الجواب من داخل صلابة هذا الجانب. جذور الخميس الساعة 8 مساء على قناة السعودية. 30 شخصية من مختلف الدول العربية وناس حابين نشكرهم على وقوفهم جنبنا وعلى تغيير حياتنا. 150 ألف ريال سعودي رح نقدمها عربون شكر لشخص على موقف أو مبادرة على دعم على ذرة اهتمام، وهذا الشخص رح يعطي 50 ألف ريال سعودي من المبلغ لشخص ثاني ألهمه وقف جنبه أو أثر في حياته من القلب. شكرا مليون. شكرا مليون. شكرا مليون. شكرا مليون. الأربعاء الساعة 9 مساء على قناة السعودية. أحييكم من جديد. تنطلق غدا الأحد فعاليات مهرجان فلفل الشقراء الرابع، ويستمر 10 أيام لاستعراض أجود أنواع الفلفل الحار الذي تتميز بإنتاجه محافظة شقراء. يتجاوز حجم إنتاج المملكة السنوي من الفلفل الحار 119,000 طن، تصل نسبة الاكتفاء الذاتي منه إلى 72%، وتستحوذ شقراء على أكثر من 78% من إنتاج المملكة. تتواصل في الطائف منافسات الجولة الأولى من بطولة صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية تويوتا التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. تعود هذه البطولة هذا العام بحلة جديدة وبتنافسية وإثارة أكبر، إذ سوف تقام في أكثر من مدينة حول المملكة. يستمر بمختلف التضاريس والأجواء، ويتضمن مسار محافظة الطائف الذي يقع على عقبة المحمدية بالشفاء مناطق تتزايد فيها سرعات السيارات عن الجولات السابقة، مما يزيد بذلك قوات المنافسات الشيقة والمليئة بالتحديات. للمزيد تلتحق بنا من الطائف مراسلة أخبار السعودية الزميلة سناء الزهراني. مرحبا بك سناء، أعطنا تفاصيل أكثر عن هذه المنافسات، وهي منافسات الجولة الأولى لصعود الهضبة ضمن بطولة السعودية تويوتا. هلا وسهلا منى، يسعد مساك ومساء مشاهدي قناة السعودية من كل مكان بكل خير ومسرة. بالفعل في اليوم الثاني على التوالي هو ختام هذه البطولة، بطولة صعود الهضبة، هذه البطولة التي تأتي أيضا بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات النارية والسيارات، والتعاون أيضا مع وزارة الرياضة ضمن بطولات ومنافسات تويوتا 2024. هذه البطولة التي تقع على مسافة تقدر بأربعة كيلومترات، وبوجود أيضا أكثر من 60 متسابق ومتنافس في هذه البطولة، إلى جانب أيضا وجود 30 منعطف ومنحنى في هذه العقبة، في عقبة المحمدية في مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف. تقام هذه البطولة في عدد مختلف في من مناطق المملكة بتضاريس
أسوأ أجواء مختلفة ضمن بطولات أيضا مسابقات مختلفة من الدراجات النارية وكذلك السيارات. ينضم معي في هذه اللحظة مهندس سامر حجازي مدير السباق يزودنا بتفاصيل موسعة حول ذلك. هلا وسهلا فيك وسعيدة جدا بانضمامك معنا في هذه اللحظات. بداية نود أن تخبرنا عن سبب اختيار عقبة المحمدية في مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف لإقامة هذه البطولة تحديدا بطولة صعود الهضبة. حياك الله. يحييكم يعطيك العافية. أن السباق هذا يقام هنا في عقبة المحمدية في الطائف للمرة الثانية. كنا أول مرة نقيم السباق هذا في الموقع هذا تحديدا في عقبة المحمدية كان السنة اللي فاتت أو الموسم الماضي، كان الجولة الأخيرة من الموسم، وآخر هذا المكان بعد سنين من إقامته في أماكن أخرى يعني. والحمد لله لقي نجاح كبير ولقي عدد مشاركين، حتى تحمسوا الناس وتحمسوا كثير من من الدول المجاورة يعني. عندنا متسابقين من دول الخليج، من الأردن، من أكثر من أماكن يعني. يوم سمعوا صدى النجاح البطولة في الموقع هذا من العام الماضي، فالحمد لله أنه الآن قلنا لازم نعيد تجربة المكان هذا ونسمح أو نفتح المجال لأكثر عدد أنه هو يجي ويشارك في هذا المكان. طبعا المميز هنا أنه المسار سريع زي ما تفضلتي 30 منعطف، غير المسارات اللي بتكون في الجولات الثانية بتكون مسارات أبطأ. طبعا في غير أوقات السباق ناس كثير تحب تيجي مسار عقبة المحمدية لجمال الطريق والطبيعة الموجودة هنا. كيف تصف مهندس سامر إقامة البطولة هنا في محافظة الطائف مقارنة بها أيضا عددا من المناطق في المملكة؟ لا طبعا هذا شيء جميل، بالعكس أن احنا وجودنا هنا الأجواء جميلة، الخدمات المتوفرة في المنطقة، وما شاء الله ما قصروا معنا الجهات المتعاونة سواء أمارة المنطقة، محافظة المنطقة، وزارة الرياضة، الجهات الراعية، وكل اللي أسهموا في نجاح هذه البطولة بيقدموا تجربة سواء للمتسابقين أو حتى لأهل المنطقة إن هم يستمتعوا بأجواء هذا السباق. كيف تصف أيضا مسار هذه البطولة ومسار هذه العقبة مقارنة أيضا بمسار 2023؟ زي ما قلت لك 2023 كانت أول مرة نسوي البطولة أو نقيم البطولة في الطائف، وطبعا إذا يعني هذا السبب اللي خلانا نعيد اختيار المنطقة لإعجاب الشديد، طبعا إعجاب شديد من المتسابقين بطبيعة المسار. المسار سريع، ما في خلينا نقول صعود أو زاوية صعود صعبة، بالعكس يعني في مناطق ثانية كان زاوية الصعود فيها أصعب، لكن المنعطفات وحدة المنعطفات بتشكل تحدي في التسابق كأننا على حلبة سباق. جميل جدا. فيما يخص أيضا المتنافسين والمتسابقون، كيف أيضا المتسابقين عفوا كيف يتم أيضا اختيارهم، وما هي أيضا الشروط والمعايير التي يجب أن يخضع لها هذا المتسابق والمتنافس لأيضا ضمن هذه الجولة، جولة صعود الهضبة؟ طيب بالنسبة للمتسابقين أو المسجلين المشاركين في هذه البطولة، يتم الإعلان عن البطولة قبلها بفترة أنه ستفتح هذه البطولة وتنشر الشروط والقوانين سواء الفنية أو قوانين السلامة والقوانين الرياضية للبطولة كاملة، بحيث أنه الراغبين في المشاركة يقرأ القوانين هذه ويشوف إذا هو يقدر يعني زي ما يقول يمتثل ليها، أو أنه تكون متوفرة كامل الشروط عنده يقدر يكون يسجل فيها ويشترك في البطولة. طبعا من ضمن الاشتراطات رخصة، طبعا وجود رخصة التسابق لدى المتسابق سواء من داخل المملكة أو رخصة التسابق من الاتحاد التابع لي لو هو اتحاد من خارج المملكة، بالإضافة طبعا لتجهيزات السلامة في السيارة ومطابقة السيارة للشروط المصممة لنفس السباق. طبعا هذا سباق من عدة سباقات بيقيمها الاتحاد السعودي للسيارات الدرجات النارية، سباقات أخرى زي الأوتوكروس أو الرالي أو التايم أتاك أو مختلف أنواع السباقات الأخرى. كل سباق من السباقات له اشتراطات فنية ولو اشتراطات سلامة قد تختلف صعوبتها من سباق إلى سباق. أيضا كيفية اختيار السيارات المتسابقة وكذلك أيضا كيف يتم فحصها والتأكد كذلك أيضا من سلامتها وسلامة المحركات؟ طيب طبعا زي ما قلت لك في عندنا الشروط الفنية أو الاشتراطات الفنية موجودة، بيتم تسجيل السيارات من المشاركين وإدخال معلومات السيارات، طبعا تشمل معلومات فنية دقيقة من سعة محرك، من وزن السيارة،
السيارة، من الأبعاد، من إيش التجهيزات المضافة للسيارة، أمور كثير تتعلق بالأمور الفنية. بناء عليها بيصير عندنا إحنا تصنيف مبدئي للمجموعات اللي راح يتم التنافس ما بينها، ووقت السباق نفسه أو وقت الحدث اللي هو زي اليوم وأمس بيتم عند وصول السيارات. عندنا منطقة الفحص الفني، السيارات تجي تفحص من قبل فاحصين عندنا مؤهلين ومدربين ومرخصين، أنه يتأكد من مطابقة المعلومات المدخلة من قبل المشاركين لهذه السيارة اللي جاية عنده، ويتأكد من تجهيزات السلامة، ويتأكدوا أنه هذه السيارة آمنة تماماً للمشاركة في السباق، طبعاً آمنة للمتسابق نفسه وأنها ما تشكل خطر على مسار السباق وعلى المتسابقين الآخرين، وبناء عليه بنعتمد نفس التصنيف الموجود. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك على إثراءنا بهذه المعلومات القيمة، وفالكم التوفيق ويعطيك العافية وشكرا لك. إذن منى ومشاهدينا الكرام، كان معي مدير السباق المهندس سامر حجازي، زودنا بتفاصيل موسعة فيما يخص هذا السباق الذي يقام هنا في يومه الثاني على التوالي في عقبة المحمدية في مركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، إلى جانب أيضا كثرة المنحنيات هنا والمنعطفات مما تزيد أيضا من روح الحماس وأيضا من قوة التنافسية بين المتسابقين. نعم منى، بكل تأكيد يزيد من قوة المنافسات الشيقة وأيضا روح المغامرة والمليئة بالتحديات. لك منا جزيل الشكر الزميلة سناء الزهراني على هذه المشاركة وعلى هذه التغطية الشاملة، أيضا نشكر ضيفك الكريم، شكرا لكما. نظمت بطولة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد الرياضية بمحافظة شنان، تهدف البطولة إلى رفع القيم الرياضية عند الخوة خاصة، وأن كرة القدم تجد ترحيبا واسعا داخل المملكة. اختتمت في محافظة شنان منافسات بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل الرياضية لكرة القدم، بتنظيم من أمانة حائل ممثلة ببلدية محافظة شنان بمشاركة 12 فريقا وأكثر من 300 لاعب. البطولة أقيمت بالشراكة بين أمانة حائل وفرع وزارة الرياضة بالمنطقة للإسهام في تحسين جودة الحياة من خلال نشر ثقافة الرياضة وتعزيز الوعي الصحي. اختتمت بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد بمحافظة شنان، طبعا تأتي هذه البطولة ضمن حزمة من المبادرات بتوجيه ودعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة أمير منطقة حائل المهندس سلطان الزايدي. وتهدف هذه البطولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جودة الحياة، لرفع جودة الحياة، تعزيز الوعي الصحي. الحمد لله طبعا كان هناك حضور كثيف من منطقة حائل ومن مناطق مجاورة لها، على سبيل المثال منطقة القصيم كذلك. حصل على البطولة فريق من القصيم بعد تغلبه على فريق من حائل، وشهدت بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد تهيئة ساحات الملاعب لاستقبال الجماهير وسط تنظيم مميز بتوفير كافة الإمكانات لإنجاح الحدث، إذ تعكس البطولة التزام أمير منطقة حائل والجهات المنظمة بدعم الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية. يشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية اليوم حسم لقب أول بطولة مخصصة للسيدات بمجموع جوائز تبلغ نصف مليون دولار. تنطلق مباريات نصف النهائي على مسرح أمازون أرينا، حيث يلعب الفريق السعودي ضد الفريق الفرنسي، يتبعها مباراة الفريق الروسي ضد الفريق الفلبيني. وتعد البطولة واحدة من الإضافات المهمة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث تعكس النمو المتزايد لمجتمع اللاعبات والتي تشكلن نحو 48% من مجتمع الألعاب في المملكة. هذا وتستكمل اليوم مواجهات مرحلة المجموعات من بطولة أوفر ووتش 2 من بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية. يشارك في البطولة 16 فريقا يمثلهم 98 لاعبا من 23 دولة حول العالم، يتنافسون جميعا للحصول على درع البطولة مع أكبر حصة من مجموع جوائزها التي تصل لأكثر من مليون دولار.
الآن تذكر بهم العناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين، مكة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء أوقاف دول العالم الإسلامي السبت المقبل. خلال أسبوع ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الحدود والإقامة والعمل. الخطوط السعودية الأولى عالميا في انضباط مواعيد الرحلات خلال شهر يونيو. وأمطار رعدية على جازان وعسير واستمرار الطقس الحار على المنطقة الشرقية. وصلنا إلى الختام، تحية طيبة، السلام عليكم.